في الحقيقة هي هذه الظاهرة التي تعرض أو التي تصدى لها السيد مقتدى الصدر حفظه الله ليس الظاهرة الجديدة، وإنما بذورها قديمة. لقد كانت هناك جماعات أو أفراد منضوين تحت التيار بشرى أخرى يدعون بأن السيد مقتدى الصدر هو المهدي، أو أقل تقدير هو الذي يسلم الراية إلى المهدي. للحقيقة هذا كان عبارة عن وجودات فردية يعني كما أعلم أنا، ومتناثرة في داخل التيار، ولكن يبدو أنه نمت وكبرت وربما تتحول إلى حزب أو فرقة مغالية في داخل التيار الصدري، ثم في داخل التشيع، في داخل جسم التشيع نفسه. هذه الظاهرة في الحقيقة أستاذ عدنان هي ليست فقط ربما أنه عوامل خارجية ساعدت على إيجادها وإنشائها، وإنما الظروف الاجتماعية التي يمر بها جنوب العراق والصدمة الكبيرة التي مني بها شيعة العراق من قادتهم السياسيين الدينيين تولد مثل هذه الأفكار وتولد مثل هذه الظواهر الشاذة. طيب الظواهر الشاذة لا يمكن أن تفسر بأنها يعني شيعة شخصية. يحولون صراعاتهم السياسية إلى صراعات عقائدية؟ نعم ممكن؟ هي بهالشكل هذا. إذا تسمح لي أقول لك فلان شيء، أنا لا أقول إنهم ساهموا في هذه، إنهم صنعوها وخلقوها، ولكن انتكاسة المكون الشيعي، الصدمة التي تلقاها المكون الشيعي في الجنوب في الوسط نتيجة لعدم النهوض بهم من قبل قادتهم الموجودين، هذا يؤدي إلى ردود فعل سلبية. هذا عامل اجتماعي ليس فقط في الشيعة، حتى السنة غدا أو بعد غد يمكن أن تحصل فيها مثل هذه أيضا الاتجاهات وهذه التصورات. فهي اليوم نحن أشبه بكربلاء بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الآن الجنوب مضطرب وقلق وتتحرك فيه أفكار شاذة، وهذه الأفكار الشاذة لها أسباب متعددة كما قلت. طيب. منها أنه الانتكاسة القديوية، ومنها أيضا عدم وجود وعي وعدم بث الدين.